وعودة مشاهدينا للخبر الأبرز، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. أكد الرئيسان خلال جلسة مباحثات على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، وبحثا مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.